شكرا ابو احمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الحفل الكريم، مشاهدينا الاعزاء، ينطلق في هذه اللحظات الشوط الثاني في سباق مسائي هذا اليوم ضمن هذا المهرجان الختامي الكبير وهذا العرس التراثي المميز الذي يتجدد هنا سنويا على أرضية ميدان اللبسة بإمارة أم القوين. هذا الشوط هو خاص للقايا البكار المهجنات لأصحاب السمو الشيوخ، وأيضا الجائزة للمركز الأول سيارة جميلة مميزة مقدمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية يحفظه الله. يا سلام يا سلام يا سلام على هذه المساهمات الجميلة، ونحن في طريقنا للانضمام إلى مقدمة الشوط. وأرى اللي في المركز الأول اليارك لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري هو المضمر، ولكن ما ندري هو الاسم الصحيح ولا. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني. المركز الثاني صعبة، وصعبة تعود ملكية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم عبيد بن محمد بالضبيعة الاجتبي هو المضمر هو الكابتن. ننتقل مباشرة إلى المركز الثالث إلى الظبي. الظبي في المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي هو المضمر. المركز الرابع أصبح من نصيب دلائل ودلائل لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم والمضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. ننتقل مباشرة إلى المركز الخامس، وأرى أيضا الشايبة تعود ملكيتها أيها الإخوة لهجن العاصفة، هجن العاصفة المتميزة مع راشد بن حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. هذه النتيجة أيها الإخوة للخمسة المراكز الأولى المتقدمة. وهناك أسامي، هناك شعارات لم تدخل عالم الإذاعة. انتظر المفاجآت العديدة في هذه الأشواط المسائية القوية هنا ضمن هذه أشواط اللقاية لأصحاب السمو الشيوخ. هنا الماردة لا زالت تسيطر. الماردة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع الشاب المبدع شاب الخوانيج سعيد بن عبيد الحميري. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني. المركز الثاني من الجانب الآخر هناك الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. المركز الثالث أصبح من نصيب صعبة، ونحن أيضا في صعبة أيضا الحصول على الناموس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع عبيد بن محمد بالضبيعة الاجتبي. المركز الرابع نشوف المركز الرابع هنا دلائل لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم علي بن راشد بن غدير الاجتبي هو المضمر. المركز الخامس أصبح من نصيب الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي أيضا هو المضمر. يا سلام على هذه الأسامي الخمس المراكز الشعارات المتميزة، شعارات أصحاب السمو الشيوخ حفظهم الله ورعاهم. دائما نحن ندعو أن يحفظ لنا القيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة وأخوانه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود وأنجالهم الكرام على ما يقدمونه أيضا لهذه الرياضة ولكل الرياضات التراثية. نعود إلى المركز الأول، نعود إلى القمة، نعود إلى الظبي، الظبي في المركز الأول، الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وأحمد بن سلطان بن رشيد السويدي مضمر الشاهنية اللي فازت في الشوط الأول الرئيسي. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني، هنا صعبة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع عبيد بن محمد بالضبيعة الاجتبي. ننتقل مباشرة إلى هنا الماردة، الماردة الماردة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ومع الشاب سعيد بن عبيد الحميري. المركز الرابع، المركز الرابع هنا الشايبة، الشايبة 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 لهجن العاصفة خذت المركز الرابع الشايبة، ومع عملية تضمير عند راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. المركز الخامس أصبح من نصيب الفائزة وأول إذاعة للفائزة لسمو الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي مع علي بن مهير بن بليشة. وسلام، يا سلام يا سلام يا سلام، وصلت. ركز لي ركز لي يا مصورنا، ركز لي، شوف أم الشعار الأحمر، خذ لي لقطة يا معاوية، مصورنا معاوية المتميز. يا سلام، أشكرك أشكرك أشكرك، يا سلام يا سلام يا سلام. هذه هذه الفائزة، هذه الفائزة اللي انفردت، اللي انفردت وفازت الفائزة. أعتقد خلاص هي صاحبة الشوط، هي صاحبة الشوط الفائزة، ما يبنى لها طاري أبدا إلا عند 800 متر الأخيرة. ووصلت الفائزة بكل قوة وبكل جدارة. أيضا تعود ملكيتها لسمو الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي مع علي بن مهير بن بليش الاجتبي. وسلام لعجمان، سلام لدار الأمان، سلام لسمو الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي على هذا المال، على هذا التميز، دائما وأبدا على هذا الشعار المبدع، دائما وأبدا. أيضا ويذكر ويعيد يعيد أيضا ذكرياته الماضية، هذا الشعار اللي أنجز الكؤوس وأنجز أيضا مع الشبلة راعية الكاس في ند الشبا. يا سلام، الفائزة تهانينا والناموس. المركز الثاني الشايبة لهجن العاصفة، المركز الثالث صعبة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايم سعيد المكتوم. المركز الرابع لسمو الشيخ زايد بن مر بن مكتوم المكتوم. المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. هكذا كانت النتيجة أيها الإخوة مشاهدينا الأعزاء.